ازيكم عاملين النهارده؟ نبدا حلقه جديده في قناه ادمز فلوج. ايه والنهارده انا عايز العب لكم لعبه كده، انتوا المفروض شفتوها كتير برضو، وهعمل فيديو برضو عنها تاني. المفروض هعمل عن فري فاير ماكس، وهعمل عن بيس 21 2021، بس اللي بتاعت حلقه النهارده هتبقى بيس 2021. انتوا اكيد شفتوا خطتي في اخر فيديو نزلته عنها، من غير شحن من غير اي حاجة. هتشوفوا دلوقتي الخطة اتغيرت بقت ايه، من غير شحن خالص، من غير ما اشحن كوينات. ثانية واحدة. خشينا خليه برضو اوت الصوت عشان لو في صوت باين قوي قوي يعني. اعتقد انتوا تكونوا برضو سامعيني كويس ولا؟ ثانية واحدة هوطيلكوا، ثانية واحدة الصوت اهو من السيتنج. اعتقد كده تو هكونوا سامعيني كويس، جاهزين للخطة بتاعتي بعد تعديلاتها اهي يعني. واول حاجة كده اكيد طبعا هتقولوا ثانية واحدة، انا اسف ثانية واحدة، في حاجة انا نسيت اعملها عشان تبقى الخطة كده تكون مكتملة، بكون فيها ايتي كتير كده مش لسه عامله قدامكم. اما في حاجه غلط اهو. اوف للاسف هو كان كارت اصفر اصلا، بس مستحيل العب بسكيدجو موري في المكان ده. انشوفاتي ولا انشوفاتي تياجو؟ اوف لا مش ينفع خالص. طب انا عندي سي ام اف تاني ممكن يقف سي ام اف، والله مش وحش لو يقف سي ام اف ممكن يقف هنا. لا خلاص وقف ساديو ماني احسن، وقف ساديو ماني. لا بس كده. واعتقد برضو في صوت وحش شوية هنا في الصوت ساوند افكت. بس كده اعتقد مبقاش في صوت خالص. لو عايزين يعلي الصوت سنة بس ممكن. تمام بس كده اعتقد صوت بقى جميل، وشفت خطتي وشفت التبديل وشفت كل حاجة. يلا بينا نخش الماتش ده، يلا بينا نبتدي الماتش دلوقتي. مش مشكلة انا محتاج برضو معلش انا هخسر في الماتش ده، يعني الماتش هيبقى وحش طبعا، الفيديو هيبقى باظ. ممكن يبان عندكم فريق ضعيفة جدا، بس هي للأسف. يا نهار أبيض
فيها سيفك اللي بلعب بيه اصلا اهو. لو دافع حلو طيب مش مشكلة هنبدأ. يلا بينا فينت بوتونز. ماشي مش مشكلة هنحاول نلعب ضدهم مش مشكلة برضه. يا رب يكون الصوت ما يكونش حاجة من اللي ضايقين. الله اقوي لا اقوي اقوي التوب بلاير. هو التوب بلاير يلعبوا سريع بس يفرقوا قوة ولا اي كلام من ده في العادي. جايبتوا سمعني كويس يعني تمام كده سامعني كويس. انا موت الصوت. امسك 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 يا كمباب ميزم كده. يا ده معهم جريزمان عشان كده. حلوة ينبرتي. ايه ده تقلتها ليا الحق. ايه ينبرتي ايه كوكي كوكي ده كان معايا اسمه غريب شوية. يا جوردي ألبا مش عارف انا ليه لعبي وحش. حلو يلا يا روميرو يلا يا روميرو. طبعا الرومير ده مفروض ليجند. ايكو او بلاك. لا طب بص معلش 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 يعني هو انا مش عارف اجيب جول جول بصراحة. هو اوبلك هو اللي واقف في الجول. هو روميرو شوطة اللي شوطها له دي لو بأي حارس تانية بتيجي ترش تجن بتيجي هي والله عارف مير برضه بتيجي. اما الاوبلك مش هتيجي خالص ولا كورة هتيجي فيه والله ما هعرف بس ممكن ماشي. يلا يلا يا ماري ما فيش شيء فيه. جو فيليكس جريزمان جريزمان. ايه ده ايه ده هو طبعا اوحش ممكن ماتش تكون مفتوحة على اليوتيوبر مفروض. حلو مانتو يلا حلو عدي حلوة. يا اوبلك ايدي كانت معاها اصلا هذه المشكلة. الكورة دي المفروض مش بيكون فيها ايد اصلا المفروض يكون اصلا متثبت في مكان. قوي جدا لكن ما بي هو الدفاع. حلو يا جوسي. طب انتوا شفتوا الحارس بتاعي اسمه جوسي هو برتغالي وباين عندي اللي هو برتغالي يعني بقى هو اللي هو اي يا حكم بقى. طب كنت فاكره هيحسبها ستها. ولعبهم قوي على فكرة مش ولعبهم مش ضعيف. شوف بقى في قبلك الله عليك. والله قبلك قوي قبلك قوي جدا جدا بس الكورة راح تطير في الحمزة. هو انفراد تقريبا بس انفراد وش كانت لوشه مدافعين في الجنب. المهم ان احنا تعادلنا في الشوط الاول بس عارف ان بيجيبوا جوان كده في اخر الشوط. عارف ما عارف لما بيجيبوا جوان الحكم بيفضل مستني عليهم. حلو حلو الفيديو ده مش هيكون طويل عايزين نتعلمه يعني لو صعب قوي صعب قوي 15 مينت مثلا يعني
وتقريبا تقريبا مش اكيد هيبقى في فيديو، تقريبا مش اكيد مش حلوة. طبعا انتوا هتقولي طبعا ايه، هتقول عليا ان روميرو ده جالي حظ وبيلعب بالمهارة دي ازاي. بس على فكرة انا بس اللي بعرف المفروض العب عليه، هو مش زي ما انتوا فاكرين اقوى لعيب في التاريخ يعني. وليجند عادي كانت قوته 91 يعني 91، أنا صورت 97 ده آخره. أنا جوز السيسي طلع قدام. حلوة يا جوز السيسي. ثم يبرتي وبقول لك يبرتي جوردي ألبا جوردي ألبا. لا فاول، لا ده تلمسهاش، اداني فاول عليا. في فاول ازاي؟ في شد في الرجل صراحة مش شمس. ده سيفك بقى، هو ده سيفك. لا بتزهر ليه هاري كين؟ مالك تلعب حلو. جول لا يا لوكو مودري. ابوس ايديك. بص حلوة. هل ولد يا سطر يا ولد، ولد يا سطر يا ولد. طلعها في الاوت. مسك رقص مسك علي يا حكم. انتوا جيتوا تسيبها من هنا يا حكم، يعني ما جاتلكش اللي جات كورنر عليه يعني يا حكم. هل انا يعني كده بطيئة من الاخر؟ حلوة عملية ضغط. سانشو ولا ده سانشو؟ لا الدفاع ليه؟ الدفاع بصوا الدفاع فيه عارف كده في 10 دقايق كده ما يكونش تعادل ان هما جايبين الجول فيه. حلوة يا ولد يا سانشو. يلا يا سانشو، يلا يا سانشو يا ولد. يا ترى لا يا حكم، لا يا حكم، لا يا حكم، لا في حاول. ايوه بس ما ينفعش. بص هي باينة. أنا لميت دخلت عليه، أنا دخلت عليه بصراحة، أنا دخلت خليته ياخد فاول بصراحة. أنا تقريبا لو جبت الكورة دي هيبقى أول مرة فيها أجيب جون. تمام أدوس وخليه في بلوك ومودريتش هو أحسن واحد. أيوه أول مرة العرضة. صدقوا والله العظيم، اول مره تكون في العرض هنا بس بالضرب بالضرب. لكن لها بره لمره واحده مثلا او ثلاث مرات لها في الجول. والثانيه واحده خليك بس معايا كده ثانيه واحده، اعمل بس حاجه وهرجع بسرعه. ثانيه واحده حاجه وهرجع بسرعه. أكيد جاءنا هي الهدية، بس هي ثانية واحدة.
ملتي تاني وهنختار بروفيشنال يكون سهل شوية علينا. وبرجوكم بعرف ألعب ولا لأ كويس. لأ جامد. أوحش فريق أو طلعت كنت حتى كنت تجيبلي في البروفيشنال بايرن ميونخ مثلا حلو كنت بكسبها. تجيبلي أوحش فريق ماشي مش مشكلة مش مشكلة هنلعبها وهنكسب مش مشكلة. بس خلي بالكوا الفيديو جاي هيبقى داخل من نص ساعة. وعلى فكرة أنا مش ناسي أنا مش ناسي خالص الإكس بوكس اللي هو زي البلاي ستيشن هعمله. أوعوا تفتكروا ريفيو لأ أنا هعمل عنه فيديو يعني هنزل عن فيفا وكده فاهمين. بس والله أنا نفسي تجيبوا رزقكم اللي أنا نفسي فيه اللي هو أنا عايز 500 والله فيو نفسي فيه قوي. هعمل لو انتوا جبتوا لي ال 500 فيو هعمل حاجة جميلة قوي في القناة. وحتى برضو لو ما جبتوهاش هحاول اعمل اكتر حاجة عشان اقدر اجيب ال 500 فيو وابدأ بقى اكمل القناة. حلوة يلا يا هاريكين يلا يا هاريكين مش مشكلة هو على الدفاع. لا يا موني حلو ولد يا موني. لا يا حكم في زق في زق في زق يا حكم زق زق. بس مش المشكلة بس 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 وعلى فكرة أنا مش هكر خالص يعني والله أنا مش هكر يعني ده لعبي الطبيعي. بس في ناس بتبقى شحنة وبتبقى مهكرة وكل ده وتبقى إلى اللي هي إيه ولا مهكرة وجايبة كل الليجنات وكل الايكون مومنتس كل من غير ولا شحن ولا هكر. وده ما صدقهوش على طول تعرف ان هم هكرز. واي حد يقول لك مثلا بلاقي ناس كتير قوي على الفيسبوك بتقول هشحن لك انا رأيي ما تدوش اي حد الاي دي بتاع اللعبه بتاعتكم عشان ده بيبقى كل ده هاكر. ولو رحت بلغته مش عارف يجيب الايميل اللي هو خد منكم كل الكوانات بتاعتكم وخد منكم الحسابات عشان بيدخل بايميل تاني. تمام انا رايي ما تدوش اي حسابات لحد وحد يقول لكم هشحن لكم فيش غير لو حد تتعرف حتى ما يكونش صاحبك مثلا كمان المهم ما يكونش يفهم في حاجة يضيع لك كل الحساب. يا مدير دي او يا مدار ده هو حارس وقوته ضعيفة تمام بس هو قوي بصد ايه بقى بصد الايد لا صد الرجل مش عارف ازاي هو بصد بالرجل. عملت له كورة عجب صدها برجله شالها مش عارف ازاي صراحة. حلو احنا مش شايفين اهو خرجنا من الشوط الاول بنفس ال شو شكل الا كده هنبقى زي مصر. بس انا عايزين نزود عايزين نزود يا حارس ايه ده هو الفيديو هيبقى المفروض دلوقتي هو الماتش خلاص قرب يخلص الماتش قرب يخلص بس فاضل اقل من 5 دقايق وباين هنا اللي ممكن يكون فيه اكتر بس لا
في الحقيقة نزلته وقال ولا لا الشاشة دي من لعبها هاريكين برضو أعمل ياخد حاجة أخوه أعتقد هيخلص فعلا 1-0 طيب الشوط على الحارس مش عارفين أصلا يعدوا خط النص مش عارفين يعدوا منطقة الجزاء مش عارفين يجيبوها أصلا مش مشكلة يلا طلعها يلا انقذ لا 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 يا سيفك انقذ يا شرطي لا 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 الحمد لله يا سيدي دي سلسلة الكلام اهو قدامك 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 اوي انت كذابة هلمس سيبهم شوية في الصيدي غلطتها لازم أحاول لازم أحاول إيه ده لا 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 على فكرة كده دي معناها إن هما هاكر هما كده بقى هاكر الكمبيوتر لما بيلاقي كده يعني هو لا 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 دول هاكر كده معروفة بالله انتوا لو كنتوا تلعبوا مكاني هتحسوا في هاكر ممكن ما يكونش ظاهر لكم انتوا هنا انتوا بتتفرجوا بس لو مسكتوا الموبايل اللي بلعب اهو هتحسوا فيه يا هاكر واضح كمان ايه ده لا 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 هما كده في حاجة غلط في اللعبة في اللعبة اللي في السيستم بتاع الكمبيوتر اصلا اللعبة اتغير اللعبة اتغير ايه ده رهوة على الحارس ايه ده بقى ايه ده بقى ايه ده بقى انا عملت ايه قوليش لمست بطنه بقى طب قول لي دفاع ولي انا صح ايه ده لا لا اللي شايف اللي هم بيعملوه ده الكمبيوتر اللي هو بيعمله ده صح تمام انا اللي شايف ان هو ده حاجه غلط تمام هو ده هيجيب دلوقتي كره بتاع المكسب عايزين نحاول بقى ايه يا له من هرب هنا زين بقى عايزين شو بره طلع ايه ده حلوه بقى يا زلمه كنت تكملها والله كنا هنكسب والله كنا هنكسب بس طبعا مش مشكله لو سميت طبعا الفريق باسمي يلا بينا هنكسب وهنطور دلوقتي مشكله دي طب هو مين اغلى واحد خليه بصوا خليه اطور سانشو ممكن اطور سانشو من الكارد اللي كانت معايا ايه ده لازم اجيبها من بره طب مش ثانية واحدة هبدلهم حاضر ثانية يلا ثانية واحدة مش مشكلة بقى اطور دلوقتي طبعا عايزكم طبعا تعملوا سبسكرايب ولايك اشوفكم مرجع فيديو جديد في قناة ادمز فلوج ايه وهنزل طبعا فيديوهات جديدة يلا سلام.